الراديو 90-90 هواها مصري. نروح بقى للصحف العالمية ونشوف ايه اهم المانشيتات، لان المانشيتات كلها رايحة لمورينيو. مورينيو الحقيقة بعد الماتش وقف في الملعب وراح للجمهور وقعد يسقف كتير قوي للجمهور، فالجمهور بدأ يسقف معاه، فضل يسقف للجمهور، فالجمهور زود التسقيف، فضل يبص بعينيه، الكاميرا كانت عليه طبعا، فضل يبص بعينيه على الجماهير، كل واحد بيفكر ازاي، بيسقف ازاي، بيشجعه ولا مش بيدعمه بعد الهزيمة 3-0، لانها نتيجة تقيلة طبعا، لان الماتش كان على ملعب مان يونايتد. فالمهم مورينيو في المؤتمر الصحفي انفعل، بس قال لهم يعني قال لهم انتوا بتتكلموا على النتيجة كانت كام، 3-0 3 يعني، بتتكلموا على رقم 3، انا مورينيو خدت 3 دوري في الشامبيونز في البريمير ليج، ما خدهاش اي مدرب موجود دلوقتي غير مرة واحدة، وهم اتنين مدربين، الاتنين مدربين بيليجريني وجوارديولا، بس دول اللي موجودين دلوقتي خدوا البريمير ليج، لكن انا لو بتكلم على رقم 3 انا خدت 3 دوري. فشو سام ريسبكت، يعني بيقول لهم كده يعني ايه، بينوا احترام شويه للموضوع، ايه يعني اتغلب 3-0، فما تحولوش الموضوع ان ما يبقاش في احترام في الحوار. طبعا مورينيو هنا بيودي الناس في منطقه تانية خالص عشان الناس تقعد تتكلم على اللي قاله، وراح سايب المؤتمر ومش. دي بدايه قصه مورينيو مع مان يونايتد. عندي كلام كتير قوي عن مورينيو وعلاقته به اللعيبة خارج الملعب، وعلاقته بالإدارة، وعلاقته بالجماهير، وعلاقته بالإعلام. طيب تعالوا نروح لقصة مورينيو عشان نتعلم درس شوية في علاقة المدرب بالنادي، علاقة المدرب باللعيبة، علاقة المدرب بالجماهير، وعلاقته بالإعلام. طيب ليه مورينيو؟ مورينيو حالة مهمة جدا، بيدرب مان يونايتد، لكن لو تفتكروا درب بورتو وحقق إنجازات، درب تشيلسي وحقق انجازات كبيره، درب انتر وحقق انجازات، وراح ريال مدريد ما حققش شامبيونز ليج بس خد دوري، خد كاس، راح مان يونايتد دلوقتي حقق مع مان يونايتد الاوروبا ليج لكن لسه ما خدش الدوري. ابتداء من صيف 2016 مورينيو تعاقد في صيف 2016، جاب بيلي ده مدافع ب 30 مليون استرليني، وجاب بوجبا 89 مليون، وهقول لكم قصة بوجبا لأن الصراع كبير خارج الملعب مع بوجبا. لو تفتكروا زلاتان صفقة انتقال حر مختاريان 26 مليون يورو، ده في 2000 في الصيف 2006. إجمالي ده 145 مليون جنيه استرليني. مورينيو استغنى في الصيف عن شنايدرلين وديباي وشفانشتايجر. طيب إيه تاني؟ في صيف 2017 جاب لوكاكو 90 مليون استرليني، جاب ماتيتش من تشيلسي 40 مليون استرليني، ولندلوف ده مدافع 30 مليون. في يناير 2018 جاب سانشيز من ارسنال مقابل رحيل مختاريان، الكلام ده كله 160 مليون يورو. انا بقول لكم الارقام عشان برضو تربطوا ما بين الارقام وما بين الانجازات او الاداء. استغنى في 2017 عن ابراهيموفيتش، روني راح ايفرتون، وعدنان يانوزاي 10 مليون استرليني. في صيف 18 فريد وبدأ يلعب 47 مليون استرليني من شختار، ودالوت ده ظهير أيمن 19 مليون استرليني من بورتو، ولي جرانت ده حارس المرمى من ستوك، الكلام ده ب 67 مليون. استغنى عن بلينت المدافع وراح أياكس، والتوتال بتاع تعاقدات مورينيو طوال مسيرته مع مانشستر 373 مليون استرليني. طبعا اضربوا بقى لو انتوا معاكم كالكوليتر، ده دي تعاقدات مورينيو. طيب ايه اللي حصل؟ مورينيو عنده مشكلة بره الملعب مش جوه الملعب. ممكن الناس تكون ما بتحبش طريقة مورينيو عشان بيقولوا انها دفاعية، لكن على مدار تاريخ مورينيو بيحقق انجازات بالطريقة الدفاعية اللي انتوا بتتكلموا عليها. المهم مورينيو بدأ الموسم بحاجة كانت فيها مفاجأة، لأن أنا قلت لكم أكبر مشكلة عند مورينيو هو بوجبا.
فمورينيو خد بذكاء عمل خد قرار ان بوجبا يبقى هو كابتن الفريق ولبسه الشاره وقال له شيل بقى المسؤوليه بتاعه اللعيبه. ودي ذكاء من مورينيو ان اللاعب المشاغب من 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 الجوانب الاداريه او القرارات الاداريه انك تخليه كابتن الفريق. طبعا بره مفيش حاجه اسمها بالاقدميه زي هنا، كابتن الفريق هو الاقدم، مفيش كلام ده، كابتن الفريق بالاختيار، لان بيبقى فيه مواصفات لكابتن الفريق، مش لازم يكون اقدم لاعب يعني. يعني ممكن اقدم لاعب في الفريق يبقى ما بيلعبش اساسي يبقى احتياطي، او اقدم لاعب في الفريق ما بيتحطش حتى احتياطي، هو موجود في السكواد بس ما بيلعبش. ممكن اقدم لاعب في الفريق شخصيته مش قياديه، طب هيبقى كابتن الفريق ازاي؟ بيهرج على طول، مفيش احترام بينه وبين اللعيبه، عنده مشاكل مع الجمهور، عنده مشاكل مع الاعلام، عنده مشاكل مع المنافسين، بيطرد على طول، طب ما هيبقى كابتن الفريق ازاي؟ اذا عايزين نغير مفهوم كابتن الفريق في مصر انه ما يبقاش بالاقدميه، لان مش معنى انك قديم انك تبقى كابتن، لا، كابتن الفريق قصه تانية كبيره خالص وليها اختصاصات جوه الملعب وبره الملعب. طيب التايمز حطت منشيت وقالت ان اداره يونايتد تدعم مورينيو رغم الازمات الحاليه. احنا شفنا الكاميرا بتيجي اول ما جول يجي في مان يونايتد الماتش اللي فات، كاميرا تيجي على المدير التنفيذي في المدرج قاعد مكشر وزعلان، انما الاداره راحت مطلعه على طول انها بتدعم مورينيو رغم الازمات الحاليه. هو في ازمات؟ هو اتغلب ماتشين، ايه يعني يتغلب ماتشين؟ لا، في ازمات، ازمات كبيره جدا بره الملعب. عشان كده دايما قياده الفريق مش 90 دقيقه، يعني وانت هيد كوتش كده مش 90 دقيقه ماتش ويلا او تدريب ويلا، لا لا، في قصه كبيره جدا، في تعامل مع كل لاعب لوحده بصفاته بعاداته بتقاليده بلغاته بحياته الخاصه، وفي تعامل مع التيم كتيم، وفي تعامل مع الاداره. طب ميرور راحت عامله ايه؟ يو ار ستيل ذا مان، يعني اذا ده دعم من الجليزرز اللي هم الملاك للنادي بيدعموا مورينيو. في بقى تكمله للمانشيت، انتل ناو، حتى الان، يعني هم بيقولوا احنا معاك لغايه دلوقتي، يعني لسه هنشوف، بنديك فرصه تانية انك تقدر تحسن من الاداء ومن النتائج. مورينيو عارف ان اداره يونايتد تريد تحسن فوري والا صبرها هينفذ. خلوا بالكم مورينيو فاهم كويس قوي. تليجراف راحت كاتبه قالت مورينيو يحصل على دعم اداره يونايتد فور ناو او انتل ناو، يعني لغايه دلوقتي. يعني مورينيو يتغلب على الاقاله مؤقتا، ده ستار سبورت، وبتتكلم على ان عدى الحته دي، عدى الاقاله، يعني مفيش اقاله لمورينيو دلوقتي. ديلي ميل راحت كاتبه وقايله مانشستر عارفين ان الخساره امام بيرنلي يوم الاحد تعني اقاله مورينيو. يبقى اذا اللعيبه هنا وعلى لسان ديلي ميل بيكلموا على ان هم بيكلموا مع بعض ان خساره الماتش الجاي بتعني اقاله مورينيو. تفتكروا اللعيبه ممكن تعمل ده لو هم كارهين مورينيو؟ ممكن يتفقوا، ومش لازم كل اللعيبه، بعض اللعيبه ممكن يعملوا كده، ودي طبعا نوايا سيئه، ودي بتلغي الفير بلاي في كره القدم. لا بالعكس، احنا المفروض نسابورت المدرب. ليه بقول لكم على موضوع دعم المدرب؟ لان حصل قبل كده ان لعيبه كتيره جدا بيبقى ليها انتماء للمدرب. دروجبا نفسه لما كان في تشيلسي مع مورينيو كانوا متهمينه انه دعمه لمورينيو اكبر من دعمه لتشيلسي، يعني بيلعب علشان يرضي مورينيو من كتر اقتناعه ومن كتر مسانده مورينيو ليه، فبيقول لهم اعذروني يا جماعه انا الراجل ده مقتنع بيه جدا، وقف جنبي وساعدني. جزء ان اقتناعك بالمدرب يديك الحق انك تبذل اكتر، بس انت بتلعب في نادي، المدرب ممكن يمشي وانت مكمل، انت متعاقد مع النادي عشان تسعد جماهير النادي، عشان تحقق انجازات ليك مع النادي. وبالتالي اللعيبه هنا بتتكلم على ماتش بيرنلي اللي جاي قدام مان يونايتد، ممكن يبقى لو في خسارة ممكن يبقى مورينيو هو اللي حيمشي. مورينيو هو الجارديان حط له ريسبكت، كلمة احترام، وهو قالها في المؤتمر الصحفي.
انا اعتقد ان مورينيو على الباب لو النتائج ساءت، لكن مين اللي مستني على الباب تفتكروا؟ اقرب واحد مكان مورينيو هو زيدان، ولوكيب اتكلمت في الموضوع ده في فرنسا وقالت ان زيدان بيستعد لإدارة مان يونايتد، لكن مش دلوقتي مع بداية السيزون، لان زيدان لو جه خطر جدا انه يمسك مان يونايتد في وسط السيزون. اعتقد ان زيدان ممكن يمسك في اخر السيزون، ودي هتبقى مشكلة لمان يونايتد اذا قرروا يمشوا مورينيو، هيجيبوا مين؟ طب افرض هم عايزين زيدان، بس زيدان عايز يجي اخر الموسم او اول مع بداية فترة الاعداد الموسم الجاي، هيكملوا بمين؟ هتبقى مشكلة. انا اعتقد ان هم لازم يدوا فرصة اكبر لمورينيو، ومورينيو قادر معاه مجموعة لعيبة، بس عنده مشاكل في الجانب الدفاعي.